السيدة العذراء هي أنقى وأقدس نساء العالم كله، وعوضتنا عن أخطاء ومن أحوال. كون أن ربنا ينتظر في تجسده وميلاده إلى أن تولد هذه الفتاة القديسة، انتظر آلاف السنين. كل هذا يدل على عظمة هذه الإنسانة القديسة التي استحقت أن يسكن الله في جوفها. نلاحظ أن الملاك طوبها عندما بشرها ببشارة الملاك، ببشارة الميلاد في لوقا 1:28. قال لها: سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. ونفس هذه العبارة مباركة أنت في النساء كانت تحية إليصابات لها. مباركة أنت في النساء يعني بين جميع نساء العالم تكون أنت المباركة فيها، كما ينطبق عليها أيضا التسبيحة التي تقولها لها الكنيسة: نساء كثيرات نلنا كرامات ولم تنل مثلك واحدة منهن، مأخوذة من أمثال 31. فلم تنل امرأة في الوجود مثل ما العذراء، إن كان قد قيل إنه لم تلد النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان من جهة الرجال والأنبياء، فلم تلد النساء أيضا من هو أعظم أو من هي أعظم من السيدة العذراء في كل نساء العالم. نمجدها لشخصها وأيضا لكونها والدة الإله. ليها ألقاب تختص بالمسيح، يعني إن كان مدام المسيح هو نور العالم وهو النور الحقيقي يبقى هي أم النور. مدام المسيح هو المخلص الذي خلص العالم كله يبقى هي أم المخلص. مدام المسيح هو القدوس يبقى هي أم القدوس. مدام المسيح هو الرب يبقى هي أم الرب. مدام المسيح هو الله يبقى هي والدة الإله. فهي الأم الكبرى، هي أم المسيح بالجسد، ولكنها أم جميع المؤمنين من ناحية الروحية. ولذلك السيد المسيح قال ليوحنا وهو رسول، قال له: هذه أم. فإن كان يوحنا بقت العذراء أمه، ويوحنا بيقول للمؤمنين يا أولادي، بالأولى تكون هي أم أولاده، كانت هي نفسها هي الأم، ولذلك تعتبر أم لجميع المؤمنين. وإن كان الكتاب بيقول اكرم أباك وأمك، فمفروض أن احنا نكرم العذراء كأم. ولذلك قالت: هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبها، تطوبها كوالدة للإله كأم للمخلص. ليها أسماء تانية، يعني مثلا بنسميها تابوت العهد، لأن تابوت العهد كان فيه لوحاء الشريعة اللي فيه كلمة الله، وهي كان جواها كلمة الله، فلذلك تسمى تابوت العهد لأن جواها كلمة ربنا. تابوت العهد كان مغشا بالذهب من الداخل والخارج، فالعذراء تشبه تابوت العهد من ناحية كرامتها من الداخل ومن الخارج. تابوت العهد كان من الخشب الذي لا يسوس من خشب الصمت،
وكذلك السيدة العذراء من الطبيعة المقدسة التي لا نعرف عنها خطية. بنقول لها برضو نشبهها بصهيون أو أورشليم أو مدينة الله، ونطبق عليها المزمور اللي بيقول أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله، لأن هي الموضع الذي سكن فيه الله أكثر من أورشليم. بنسميها أيضا إنها عروس النشيد، يعني نشيد الأناشيد، العروس اللي فيه إما ترمز للكنيسة وإما ترمز للسيدة العذراء. تنفع دي وتنفع دي. بنسميها أيضا قسط المن، لأن المسيح في يوحنا 6 شبه نفسه بالمن وقال إن هو أعظم من المن الذي أخذه الآباء، وإن هو الخبز الحي النازل من السماء. فبنشبهها بقسط المن الذي كان يحوي هذا المن. بنشبهها أيضا بالمجمرة الذهبية، لأن المجمرة بيكون داخلها الفحم المتقد بالنار، والفحم يرمز إلى طبيعتنا البشرية، والنار يرمز إلى اللاهوت. فالمسيح كان فيه جمر اللاهوت متحد بالطبيعة البشرية داخل هذه المجمرة، فبنسميها المجمرة الذهبية. وساعات نسميها شرية هارون، يعني مجمرة هارون رئيس الكهنة، لأن فيها جمر اللاهوت المتحد بالطبيعة البشرية. ولأن اللاهوت بنشبهه بالجمر، لأن الكتاب بيقول إلهنا نار آكلة، فأيضا النار هذه في اشتعالها في العليقة دون أن تؤذيها، فبنشبه العذراء بالعليقة التي اشتعلت فيها النار، سواء بالمجمرة أو بالعليقة. بنشبه العذراء أيضا بسلم يعقوب، لأن سلم يعقوب كان واصلا بين الأرض والسماء، وكان الملائكة نازلين عليه باحتياجات البشر، فكذلك العذراء كانت زي السلم الواصل بين الأرض والسماء في ميلادها للسيد المسيح. بنشبهها أيضا بعصا هارون التي أفرخت، عصا لا يمكن أن ينتظر منها أنها تنبت نباتا، فأفرخت يعني أخرجت نبات، فيبقى بتولية العذراء التي لم ينتظر أحد أن يخرج منها نسل، خرج منها نسل. فنشبهها أيضا بعصا هارون. نشبهها أيضا بالكرمة التي وجد فيها عنقود الحياة. وهناك أوصاف كثيرة جدا موجودة في التسبحة الأبسلمودية السنوية أو الكيهقية، يريد تاخدوها مجال لتأملاتكم الشخصية وأيضا لفهمكم اللاهوتي. من اهتمام الكنيسة بالسيدة العذراء، تعيد لها الكثير من الأعياد، فتقريبا جميع القديسين أو على الأقل غالبيتهم القصوى بنعيد لعيد نهاية حياتهم نياحة أو استشهاد، لكن العذراء نعيد بميلادها وبنياحتها، بل نعيد البشرى بميلادها، التبشير بميلادها نعيده أيضا. نعيد أيضا لنياحتها ولصعودها إلى السماء، يعني شوفوا ميلادها والتبشير بميلادها ونياحتها وصعودها إلى
السماوات. نعيد بدخولها الهيكل وبدخولها ارض مصر، كل ده بنعيده. نعيد ايضا لبعض معجزاتها زي المعجزة الخاصة بكنيسة فيلبي، العذراء حلت الحديد في مسألة متياس الرسول، ونعيد لظهورها في الزيتون. يعني ليها أعياد كثيرة جدا، مش مجرد عيد لنيحتها.